وصل صوتك. بعد سي شكري المبخوت رئيس جامعة منوبة، مرحبا بك معنا سي مراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي. بعد شوي إن شاء الله باش يكون معنا بالتليفون سيد حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي، وحدث ربما اللي يفرض نفسه على الساحة الوطنية التونسية هو البارح قرار غلق جامعة جندوبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بسبب الوضع الأمني والتحركات الطلابية الأخيرة فيها. نبدأ ممكن السؤال اللي يتبادر للذهن اليوم، هل أنه ولا الحل في غلق الكليات؟ نبدأ معاك سي شكري المبخوت باعتبارك رئيس جامعة منوبة، كيني اون سوليوشن ربما دو فاسيليتي، معناها هكا أنه نتجه للغلق حتى معناها نحلو إشكالية الاحتجاجات أو إشكالية ربما الوضع الأمني في وسط جامعة. تفضل سي بالنسبة لرئيس جامعة، الغلق هو مكره أخاك لبطل، لأنه وقت اللي معاش قادر باش توفر الحماية للطلبة قبل كل شيء للأساتذة للأعوان، ما عندكش حل آخر. أنت تمثل كان قوة أو سلطة معنوية، سلطة رمزية، بينما الظروف السياقات تلقى فيها روحك تفرض عليك أحيانا اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه يوم من التكوين ضاع. ولكن ما نتصورش اللي زميلي رئيس جامعة جندوبة قام بها هو فرحان، هذا أمر بديهي. فعوض نطرح المشكلة بالشكل هذا لابد من طرحها بطريقة أخرى. بالفعل هوجين هالنقطة هذيك، لكن حبيت نفهم أنا، هل أنه فما قلت أنت كما يتوفرش الأمن وحماية للطلبة وحتى للإطار التربوي لغديك، هل أنه فما حلول قبل تسبق يعني غلق الجامعة؟ فماشي حلول قبل ينجم يتخذها رئيس الجامعة أو الدويان تاع الجامعة العميد قبل ما يوصل القرار الغلق، حتى نكونوا فاهمين معناها من ناحية الإجرائية؟ القرار الوحيد هو الاتصال بالسلطة التنفيذية ومطالبتها بتوفير الحد الأدنى من الأمن. ما وصل للغلق إلا من الثابت أنه هذا وقع ولم تتم الاستجابة لسبب أو لآخر. ولكن الإشكال في رأيي ينبغي أن يطرح، هل تتوفر في مؤسساتنا الجامعية الشروط الدنيا لحماية الطلبة والموظفين؟ نبدأ بالطلبة لأنهم هم الأساس، هم رأس المال والموظفين وغيرها. إذن إشكالية منذ السنة المنقضية لم تطرح ولم تصبح موضوع حوار جدي وحقيقي للبحث في كيف نحمي مؤسساتنا الجامعية. قعدنا ديما نجري وراء الأحداث، مانيش نحن اللي نتصوروا ونبادروا. شنية نجم تكون سبل حماية الجامعات؟ سبل حماية الجامعات متعدة، مانيش نحن معزولين في العالم، هناك تجارب عديدة عالمية. الشيء الثابت منها لا سبيل لعودة الأمن الجامعي لأسباب رمزية أساسا، لأنه أحب نقول لكم حاجة، فما كذبة كبيرة بين ظفرين سامحوني، أنه الأمن الجامعي كان يحمي في الجامعة، ما كانش يحمي في الجامعة وما كانش عنده قدرة باش يحمي الجامعة. هذا الكل نعرفه معناه. لا ما يعرفوش برشا عباد لأنه احنا جربت 6 سنين عميد ولم يكن للأمن الجامعي دور في حماية الجامعة. علينا أن نسأل اليوم كيف نحمي جامعات، كيف نحمي جماعات؟ فما تجارب عالمية، فما منظمات عالمية في حماية المؤسسات، الجمعيات مجتمع مدني عندها اقتراحات، وفي شهر نوفمبر بشتاقة ندوة في تونس في هذا المعنى يقوم بها مجتمع مدني وبعض الجامعيين للنظر في الإشكالية هذه، لأنه الاعتداءات كثيرة والانتهاك كثيرة نسبيا أقصده، ولكن هناك انفلات، ضعف هيبة الدولة، تجرأ انتشاء أحيانا بالاحتجاج بالمطالبة اللي ولا يمس في السير العادي لمؤسسات التعليم العالي. ما عنديش معنا شخصيا حلول يزم 1 2 3 4، هذا موضوع ديبا ناسيونال. واضح، يعطيك صحة. نمشي لسي مراد اليعقوبي مستشار وزير التعليم العالي. اليوم معنا جامعة مسكرة، عم ناول الكلنا عشنا الغلق متاع جامعة منوبة، واليوم يتكرر في بداية العام، وناس تتسائل على مسيرة أولادها، والناس اللي تحب تنجح تحب تقرأ اتسيتيرا. اليوم شنو تنجم تكون الحلول، وإلا شنو موقف أيضا وزارة التعليم العالي باعتبارها سلطة إشراف؟ أول حاجة سألاحظ اللي قاعد يصير في جندوبة لا شبيه له مقارنة باللي كان يصير في منوبة.
خاطر اللي قاعد تصير فيه جندوبة. ولكن النتيجة واحد غلق الجامعة. أي تشابه النتيجة ما يعنيش أنه سبب واحد، خاطر كي نعرفوا الأسباب مختلفة. ما قلناش سبب واحد، ما قلناش بلي ما قلتوش سي مراد. إجراءات ولا مختلفة. أي قلت سبب ولا مش سبب، اللي عملناه تم غلق الجامعة واليوم تم غلق الجامعة. نعتبر اللي ذكر مثال منوبة في السياق هذا ما عندوش معنى. علاش؟ خاطر اللي صار هو خلاف بين. احنا نحطوا على غلق الجامعات، يعني تم غلق جامعة عمناوي، جامعة منوبة واليوم جامعة جندوبة. تغلق. إذا الاستشهاد بمنوبة كمثال ليس ذي جدوى في رأيي، ولكن في رأيك خلق. نحترم أنا رأيك، حتى أنا محترم رأيك ورأي الجميع باش تبدأ الأمور واضحة. إذا اللي صار في الوعد هو خلاف بين مجموعة من الطلبة أصروا على أن يسجلوا في الماجستير، رغم أن مجلس الماجستير كانت له مقاييس علمية وأكاديمية، لا يمكن أن يسجل الجميع في الماجستير. هذا معروف في العالم الكل. الماجستير هو يسجل فيه المتفوقون مع مراعاة إمكانيات الحقيقية، يعني توفر الأساتذة حتى لزمان التأطير ولزمان التدريس وما إلى ذلك. في العالم الكل يعني المعدل هو بين 13 15 20 على الأقصى بالنسبة للأستاذ الواحد. احنا عندنا عدد أساتذة محدد، الأساتذة هذو اجتمعوا في لجنة الماجستير ومعناها على أساس مسألة وعيهم بضرورة إنجاز دورهم العلمي في ظروف علمية ومناخ سليم، ارتأوا أنه يسجلوا عدد معين من المتفوقين. فما كان من مجموعة اللي ترفض الواحد انتحب، ما فيهم الناس اللي ناجحة يعني بمعدل أدنى أو ربما بالإسعاف، أنهم طالبوا بحقهم واعتبروه حق، وهذا يزم ويتقال للناس الكل. راهو ثم إمكانيات عند الجامعة لا يمكنها أن تتجاوزها. التعليم طبيعي حق للناس الكل، ولكن بالنسبة للتأطير في الماجستير يتطلب وضعيات خاصة، يتطلب حالات خاصة، يتطلب شروط محددة، وهي أنه لكل أستاذ عدد معين من الناس اللي أطرهم. وقع الاعتداء على زملائنا الأساتذة، على زميلنا العميد، وقع المس بالموظفين، وقع حتى أنا قدامي تو البيان اللي خرجوا لائحة المجلس العلمي. المجلس العلمي يظهر لي إذا كان احنا ندافع على حرية الجامعات، راهو المجلس العلمي هو معناه في خاصة في مسائل تهم العلم، تهم البحث العلمي، هو أعلى سلطة. ما ينجمش لا طالب ولا حتى وزارة تتجاوزه فيما يخص تحديد الظروف الضرورية لسير العملية التعليمية أو النشاط العلمي. يعني وقع تجاوزات كثيرة، فاجتمع المجلس وكان هو في حالة اجتماع ويبحث عن حلول، ويبحث عن حلول، ولكن مع ذلك تواصل يعني المس بحرم الواحد بالمجلس والمس بالأشخاص والقذف والشتم وما إلى ذلك. فما كان منهم إلا أن أصدروا بيان أولا يعتبروا فيه، أو مش نذكر مش حرفين، ولكن أولا يتمسكوا بالمعايير العلمية والأكاديمية اللي هو من حقهم باش يحطوها، واللي هي ماهوش ابتداع من قبل الأساتذة متاعنا. هذا عمل شيء معمول به في العالم الكل. نقطة ثانية أنهم باش يتبعوا عادليا وقضائيا الناس هذه. نحن هنا نفتح قوس بالنسبة للوزارة أو أي إنسان، خاطر الوزارة أو زميلي شكري أو أي أستاذ آخر، رأوا في نهاية الأمر هذوكم أولادنا. احنا ما يساعدناش ان تلامذة معناها ابنائنا وطلبتنا ينفلوا امام القضاء بتهمة سب استاذ. هذه فضيحة لتونس راهي. وعلى خاطر احنا جامعاتنا الرتب نتاعها الدنيا احد اسبابها هي هذه، او ربما احد نتائجها هي هذه، وبالتالي باش نسعاو في حل الاشكال دون المرور الى القضاء. بالفعل انت وصلت الفكرة حل الاشكال نتاع لانه الوقت يزرب فينا. هو تعليق الدروس في انتظار يعني استتباب الامن. وتكفل اليوم السيد الوالي الجندوبة بأنه سيعمل على يعني عودة الدروس وعادة الدروس بالفعل ما عدا في الماجستير، وبالتالي كلية منوبة اليوم تشتغل جندوبة. جندوبة اي جندوبة قلت منوبة لابسوس خفلتها منك انت سمورة كونفورتو الموند رجعت المهم رجعت الدروس. لكن خلنا نتحدث في النقطة هذية بالنسبة للماستير، وانت قلت التعليم حق، واحنا نعرف وبالفعل اللي هو في الماستير كان الطلبة المتفوقين فما معناها عدد معين، فما بالغولفيد نوت وفما دوسيات يتم النظر فيها اتسيتيرا، وانت قلت ليليت معناها ربما نخبة نجم نقولوا شوية من اللي يقراوا في الماستير. طاقة الاستيعاب متاع الماستير في اللي فاكولتي الكل، هل ينجم يصير النظر فيها حتى يكبر عدد الطلبة أكثر ويكبر حتى عدد الأساتذة اللي قريوا في الماستير؟ هو أولا حتى نوفروا الحظوظ أكثر، شيء يشرف تونس أنه طلبتها يحبوا يقرأ.
وذا رغم اللي ظهر هي سلبية كيفاش تمت التعبير عليها، يعني طريقة التعبير كانت سلبية، ولكن في الحقيقة هو شيء إيجابي لأن الشعب يريد أن يتعلم. وإذا كان بالفعل عنا رغبة في أن نقدمه الشعب اللي يحب يتعلم هذا بينا نشجعه. الإشكال أنه مسألة هذه الماجستير مش وحدة، هي مرتبطة أولا بعدد الأساتذة بالانتدابات، معناها إذا تعرف اللي اليوم متفهمين في النقطة هذه. أنا متفهمة معك سي مراد، لكن نحب نعرف هل أنه فما تفكير في أنه يتم حل الاكتظاظ هذية بأنه يتم توفير أكثر أساتذة وأكثر ربما تولي معناها طاقة الاستيعاب في الماستير تكبر شوية في جامعاتنا؟ بالتأكيد، مثلا السنة أكبر نسبة انتداب تمت السنة، معناها وفتح الانتداب على مصراعيه لعدة أسباب، منها أولا تجاوز مشكلة العقود هذية والأساتذة العرضيين، والتأكيد على أن القائمين بالتعليم وعلى التعليم وعلى التكوين يجب أن يكونوا في مستوى مطلوب حتى يساهموا في تخريج طلبة، يعني في واضح جدا. خلينا ناخذ معنا سي حسين بوجارة بالتليفون، كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي. سي حسين مرحبا بك. أهلا بك، عايشك سيدي، تفضل نسمع فيك فيما يخص الغلق جامعة منوبة، جامعة جندوبة عفوا البارح القرار. اي فوالا عديتني سي مراد. هذه اختي العزيزة قبل ما تطرح سؤالك، هو ستنابسيوس تريز اكسبريسيف، لانه محصول من عنف السنة الماضية اليوم على ما يبدو تحول الوجه نتاعه الى جامعة جديدة. نسمع فيك سي حسين. نعم، الأحداث اللي حصلت مؤخرا في جندوبة هي مؤسفة ومؤسفة جدا، نظرا لأنها تتنزل في إطار الموجة متاع العنف اللي هي لا محالة، ماهيش حصيرة الأسوار الجامعة التونسية. اليوم عندنا حالات متاع عنف عديدة في البلاد وانفلات أمني وما شابه. بالنسبة للجامعة التونسية قضية العنف هذا شفناها عم نور في إطار ملفات أخرى. الآن أن تكون مجموعة من الطلبة عوضا أن تلتجئ إلى النصوص القانونية وأن تحاول أن تقدم مطالب للهيكل التسيير البيداغوجي، نحب نقول للخيان اللي يسمعوا فينا أنه التسيير البيداغوجي هذايا في الكلية أو منتخب من قبل أساتذة، وفيه طلبة منتخبين أيضا على المرحلة الأولى وعلى المرحلة الثالثة، كان بالإمكان الالتجاء إلى هذا الهيكل الممثلين فيه الناس كل جميع الأطراف من طلبة وأساتذة إلى طرح المشاكل ومحاولة الوصول إلى حل. كان بالإمكان أيضا أن يقع طرح المطالب هذه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن إشكالية ترسيم كافة الطلبة في المسار الذين تحصلوا على شهادتهم الإجازة، هل هذا ممكن أم غير ممكن بالنسبة لوزارة التعليم العالي؟ هذا أيضا كان بالإمكان أن يقع طرحه على الوزارة، ولا يعقل أن اليوم الوزارة تطرح القضية فقط في إطار علاقة ما بين طلبة ماستر وأساتذة، لأن الأساتذة عندما يقولوا أنه التسجيل هذا يكون مشروط، لأن هناك اعتبارات متاع إمكانيات حقيقية، عدد الأساتذة ماهوش كافي، ومن ناحية ثانية القاعات المخصصة لتدريس إضافي في المرحلة الثالثة كيف في إشكال. ما حصل هو عكس هذا. عوضا عن الحوار وقع اعتماد العنف، وقع احتجاز أعضاء المجلس العلمي، وقع تهديد العميد، وقع ضرب العميد، وأخيرا ما حصل بالأمس من